بهدف تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال أمن وحماية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة الحكومية للمجتمع، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الثاني لصقور أمن المعلومات، وذلك بمشاركة 56 جهة حكومية يمثلها نخبة من المختصين في مجال تقنية المعلومات. 56 مشاركا يعملون في مجال تقنية المعلومات داخل متنوع المؤسسات والهيئات الحكومية سارعوا إلى التواجد في مؤتمر صقور أمن المعلومات الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للمرة الثانية على التوالي. اجتماع أرادت منه الهيئة تعزيز التعاون المستمر بينها وبين الجهات الحكومية من خلال رفع مستوى النضج في مجال أمن المعلومات لدى العاملين بقطاع الخدمات التقنية فيها، لتفادي استمرارية تلك الاستهدافات المباشرة التي تطال أنظمتها ومواقعها الإلكترونية، ما من شأنه مواصلة تقديم العديد من الخدمات بجودة عالية لأفراد ومؤسسات المجتمع كافة. فتح الخدمات على الإنترنت لها مخاطر، لها مشاكل أمنية يجب التصدي لها والتعامل معها. صقور أمن المعلومات عبارة عن تنسيق مع جميع الجهات الحكومية للتصدي لهذه الهجمات والتنسيق مع بعض من ناحية تفعيل مشاريع، من ناحية تأهيل الموظفين في مجال تقنية المعلومات وأمنها، والتعامل مع الهجمات الأمنية بأسرع وقت ممكن لتخفيف ضررها. ما ينوف على 100 مليون رسالة إلكترونية ضارة تم التعامل معها خلال العام المنصرم، وما يزيد على 167,000 محاولة اختراق مباشرة تمكنت الإدارة العامة لأمن المعلومات التابعة للهيئة من رصدها في العام ذاته، أرقام تجلب معها العديد من الإنذارات والمشكلات الواجب التعامل معها بحرفية وإلمام جيد بكيفية إيجاد الحلول الرادعة لتلك الاختراقات من قبل كل موظف مختص بقطاع تقنية المعلومات بالمؤسسات الحكومية. موضوع الاختراقات صار شيء وايد متداول حاليا، تارجتد وايد حتى القطاعات الحكومية فيها. لهاي السبب برامج الحكومة أوريدي أصلا قاعدة تطلع على تستهدف السيتيزنز، يعني في النهاية في وايد منها أشياء أوتوميشن وأشياء متطورة في ناحية التكنولوجيا وتقنيات المعلومات. هذه علشان تمشي بالطريقة الصح وعلى أساس أن يصير الأوتكم مالها بحسب متطلبات المواطن، أكيد بيكون السيكوريتي فيه لها دور كبير فيها. لو إحنا ما نسد هاي الثغرات كلها ونحاول نحمي هاي البرامج وهاي الأنشطة، أكيد راح بيكون لها تأثير كثير بعدين على المواطن، بأن مثلا الخدمات راح تنفقد، ما بتكون بنفس المستوى اللي يبغيها المواطن. فأنا يهمني أن أشارك في هذا الموضوع وأطرح بعض الأسئلة على المسؤولين هني وعلى المشاركين هني، شلون بيحاولون يحلون مشكلة اللي هو الاختراقات الخارجية عن طريق الإنترنت. فبالنسبة لي أنا طبعا هاي تجربة، وأحب أن أنقل تجربتي هذه حق المعنيين الموجودين في المؤتمر. مؤتمر صقور أمن المعلومات جاء ليؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ العمل الجماعي المشترك والموحد بين مؤسسات القطاع الحكومي لاحتواء محاولات الاختراق المحتملة بأسرع وقت ممكن بأسلوب أكثر فاعلية وشمولية، ما من شأنه تحقيق الوفر المادي للموارد الحكومية عبر الاستغلال الأمثل لتلك الموارد واستثمار الخبرات البشرية على الوجه الأكمل. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.